معايا عبر الهاتف الان الكابتن اشرف خضر المدير الفني المؤقت للنادي الاسماعيلي. يا كابتن اشرف منور كالعاده. حبيب ربنا يخليك كريم، اخبارك ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله يا حبيبي زي الفل. ايه اللي بيحصل في الاسماعيلي النهارده؟ انت كمان كنت برفقه الكابتن شوقي غريب، ايه الوضع يعني؟ ايه اللي احنا كل شويه بخبر في النادي الاسماعيلي؟ يمكن انت يعني قلت كل حاجه، وانا بالنسبه لي رحت النادي لاني طبعا انا شغال مدير فني لقطاع الناشئين، فروحت النادي كالعاده واتقابلت مع كابتن شوقي وكابتن كمال عبد الواحد وكابتن محمود جابر، وقعدنا اتكلمت انا مع كابتن شوقي على الفرقه والفتره اللي فاتت. انا كنت شغال مع الفريق يعني من بدايه الاعداد لمده 10 ايام ولعبنا مباريات وديه، فاديته فكره عن كل حاجه والامور ازاي وكده. وبعد كده رحنا اتفرجنا على مباراه الاسماعيلي وسموحه 2005، وبعد كده سبتهم وروحت انا والكابتن محمود جابر والكابتن شوقي والكابتن كمال، مشوا ما اعرفش اي حاجه. قعدت اسمع بقى الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. الكلام مش واضح ومش عارف انا الحقيقة ايه وكده. بصراحه ما حبيتش يعني، لان الكلام كتير انت عارف، ساعات كتيره كريم بتبقى الزحمه بتخليك مش عايز تعرف حاجه يعني. والله لكن انت قلت حاجه مهمه، وانا اعتقد ان الكل بيحب النادي الاسماعيلي، لان انا قلتها قبل كده معاك في الاستوديو، الموسم الاصعب هيبقى في تاريخ النادي اللي جاي علينا ده. النهارده تاكد غلق القيد لفترتين، فبقت مشكله كبيره، ويعني نتمنى ان شاء الله الامور تبقى هاديه كده. الناس بتختار المديرين الفنيين على حسب المراحل وبتحليل وبامكانيات ومعايير حاجات كتيره كده بتبقى. صحيح. فاعتقد الناس اللي موجوده كلها بتحب النادي ايا كان الاختيار، طالما مدروس وطالما ان شاء الله. لكن دايما عندنا مشكله، وانا قلت لك قبل كده يا كريم، الناس في يعني الناس مش بترضى عن كل حاجه. صحيح. فهنا لازم الاساس اللي هو العدل والامانه والتحليل، هو ده كلام اللي انت بتقول سبب للي انت بتعمله بيخلي الامور كلها تبقى مستقيمه. صحيح. والامور بتاعتك. صحيح. كابتن اشرف خضر المدير الفني المؤقت للنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.